بيتش وبابا وين المليون دولار؟ وين وديتوهن؟ اخوي انت لزمت الناس غلط. هذا باوع زين، هذا مو رستم، هذا عارف اخوي. واني سنان، اني فقير مسكين اخوي، احنا ما عندنا فلوس اخوي، احنا صورنا نفسنا كياء بس طلعنا اغبياء اخوي. سنان شحمت قلبي، ادعي ما اطلع عايش منها، لانه اطلع عايش راح اخنقك بيدي واموتك. عارف هاي تجد تقول زيدو الفولتيه مال عارف تعريف شويه حتى ما يطلع عايش مننا انا اخويا، خلي يموت بعد ما يفيدنا حتى بالمكتب. تتقشمر وياي هم ها؟ لا اخويا شنو اتقشمر، شغل الكهرباء. شي صار لو فد يوم متوت نفسك بمشاكل ها؟ راح تموتني والله يا بنتي. هذا رجلك فد واحد نصاب وقفاص، هي هاي قسمتك. ها يعني هيجي مو عمو نعمان؟ وانت هم سمعنا اخبارك صفية لزمتك ويا نبوش مو؟ خلاص الحكي. عمو نعمان يعني انت هم تخون مرتك؟ على هالحال الكل راح يخونون. اقسم بالله انا لعبوا علي، يعني صار سوء فهم، انا شلون اخون صفية؟ واني مستحيل ابوع على مره غير صفية. اني ما افتهم هالحكي عمو نعمان، انا حكيت ويا صفية وراح اطلقك وتفرشك قدام الباب، ويكون بعلمك ها صفية بعد ما تريدك. هالحكي صحيح؟ اي صح. تفضلوا عيني تاكسي لمان وياكم. تمام سيدي. لقيتوا سيارة سنان؟ يا الله. تمام عيني تشوف هناك. تسلم. لقوا سيارة سنان. يلا قوموا خلي نروح. بها علي يا ولد، انت روحوا على البيت تمام؟ يلا اشوف، يلا امشوا. يلا عمو نعمان تعال تعال. تاكسي سنان هنا استاذ نوري، يعني البلاغ اللي اخذناه صحيح. اي سيدي سيارة هنا بس لا سنان ولا عارف بيها. وين راحوا؟ سنان وينك انت؟ ايش بيك ايش قاعد تخربط نعمان؟ ايش تدور جوا السياره؟ بزازين هم؟ سنان وينك ها؟ خلينا نفتش المكان استاذ نوري، امشوا شباب. واحنا خلينا نروح نسال هذا البيت، بلكي شايفيهم. انت شلون تدفر الماعون اللي تاكل بيه؟ ناقص. اخوي انت غلطان با. انا وقعت فخ اغل غبي اخويا في دول عينك. اخويا ادي ندق الباب. سدوا حلقهم يلا حتى لا يصيحون. سدوا. هسه نشوف. ايه فتحوا الباب. تفضلوا. اخويا احنا دندور على اثنين من جماعتنا حاطين سيارتهم هنا بس هم ماكو. نسالكم بلكي شايفيهم رحمة الوالديك. اي احد منهم رجلي اسمه سنان وهاي صورته. تفضل. ما شفنا. شلون يصير اخويا هذول مخلين سيارتهم هنا باوع؟ هياتها سيارتهم. مو قلنا ما شفناهم، لو شايفيهم كان حكينا. تمام حبيبي تمام، اسفين للازعاج. شو الناس هذولا؟ والله ما دافتهم. من وصلنا السياره هنا سنان وعارف ماكو. ايه العد خلي نخابر سنان. مئة مرة خابرته، خلي خابره مرة اللخ. يلا هاي مشغلين موسيقى هاي بس ما حد يجاوب ما يردون. يلا خلوا نروح. يلا امشي. ايش قاعد تخربط انت؟ دوقف دا يدق التليفون دا سمع جو البيت. يعني سنان هنا عمو نوري. صار حجي نوري اكو احد شايف سنان؟ والله سيدي دا يقولون ما شفنا احد بس من دا نخابر سنان دا نسمع صوت التليفون من جوا. يعني سنان موجود هنا سيدي. ايه هسه نعرف. اخوي ما تفتهمون على الحكي، مو قلنا ما شفنا احد. شرطة رفعوا ايديكم رفعوا. يلا شو يلا اخذوهم. اخذوهم امشوا يلا يلا مجرمين. امشي امشي ركض امشي. هم هنا.
سنان اوقف سنان اوقف. اقولكم هاي مو آلة تعذيب. وخي منها شو تجرب اشوف شلون تشتغل. سنان انت زين عيني بيك شي؟ اي يعني كل الزير حنونة انطوني كهرباء العالم كليتها دمروني بيها. اي والله اقول لك الحمد لله على السلامة. عارف ليش ايش صاير مثل الكتكوت مال الدجاج. اي عمري صدق شنو هالشعار؟ لازم هسه نروح للصالون كافي عاد. يابا انت بس فهميني، انت شنو تكهربت بدالي؟ شو راح عقلك بدالي؟ دا اريد افتهم، دا اقول لك كهربوني، شنو شعرك؟ بس عمري ما حلو. يلا خلنا نطلع يلا يلا. تمام عمو تمام، امشوا، انا عندي حساب ويا هذا سنان، انا اعلمك. انهزموا انهزموا انهزموا. ايش قاعد تسوي انت؟ على كيفك؟ عمو يوري دمرني هذا، دمرني. يا عمري.